صباح الخير، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين بخير وعلى خير مع فيديو جديد ان شاء الله. هذا الصباح مازال ما فطرناش، احنا هابطين للسوق والله الا مازال ما فطرنا ما والو. اول حاجه مشينا شرينا بعدا غير الباكيت والبيتي بان وخليناه في الدار مع ماما، ودابا هابطه انا اختي للسويقه، هي غتاخذ شي حاجات لدارها وانا غادي بغيت هابطه كله غير لابس بتمول الطبله، غادي نمشي عندو ناخذ واحد شي حاجات هكا ديال لاستيكات ومقيطات ديال بناتي، لان صراحه رخاصين وفيهم بزاف وكيدوزو لهم كنصراصي كاع من داك الناحيه ديال المقابط وداك الشيء. وهي هذيك وخلينا لها اريج مع تما اصلا كاينين ولاد اختي وداك الشيء، حتى هما خلينا لهم اريج يعاونوها ويهزوها لها. مسكينه هي غتوجد لنا الفطور، حقرنا عليها حقرنا عليها والله العظيم. ما كرهتهاش الصراحه طلع معايا ولكن ما عندهاش كيدير، قالت لك ما يمكنليش غير نسالي وداك نسالي غير نسالي مع الدونتيست ان شاء الله نطلع لعندك. ايوا واش غديروا خصوصا دابا كاين عيد ميلاد ديال زينب، ايوا واش غنقول لكم كاين عيد ميلاد ديال زينب، وصراحه زينب غدوز عيد ميلادها بوحدو. سبحان الله دائما زينب كيجي عيد ميلادها بوحدو، مع كيكون داك الدخول ديال المدرسه ما كتسوش العائله مجموعه وداك الشيء، وكيجيها دائما سبحان الله عيد ميلادها وهي بوحديتها. دابا ما عارف كي غندير لها لهاد عيد ميلادها، تحس بحال ما نعرف بحال عاوتاني مجموعين غير حنا معاها، يعني ما كاينش العائله وكل شيء، والله ما عرفت شنو غادي ندير. ايوا مهم دابا نشوف كيف ندير لها عيد ميلاد اللي تفرح به. وهذا هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم دابا راني هابطه للسويقه ديال الدكارات وان شاء الله نشري داكشي اللي خاصني ناخذو، و هي هذيك عاد نطلع عاد نطلعوا نفطروا. المهم انتم خليكم معايا. هذا شكرا زينب، اجي نوريك شنو شريت لك. اجي وانا تانتينا بجوجكم. عرفتي راه عاد دابا طلعت من السوق، مشيت شريت غير ماما مطيشه وطلعنا ديريكت. هانت هادي ماشي ديالك، هادي ديالي، هادي خديتها بجوج دراهم، فيها هادي وفيها هادي، هادي ديالي كي بحال هذيك الوقت الزنوبه عندها لانيفيرسير، شريت لها هادي. ماما انا كيبغي زينب شريتها لك، هادي خديتها بخمسة دراهم. ماما هادو خديتهم ليلي انا بجوج دراهم، هادو خديتهم بدرهم، هادو خديتهم بدرهم، هذا ديال الزنوبة. عرفتي علاش شريت هذا الزنوبة؟ حيت انا لا 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 حيت علاش عطيت لك البسطام ديالي. اييه ماما زريت لك بحال هذا. عيني عيني بغيت دابا زينب، زينب هذا هو بزطام، هو هذا. جيت انا ما عنديش بزطام صغير، عندي بزطام كبارين باش ما كيتساعوليش في السيكان ديالي، قلت لها عطيني هذا، عطاتو لي، قلت لها من بعد نشري لك بزطام. دابا لقيت هذا البزطام وانا نشريه لها، هذا بجوج دراهم، هذا خديته بخمسة دراهم وهذا بخمسة دراهم. دابا تينا اما تاخدي هادي يا اما تاخدي هادي، شنو بغيتي؟ تاخدي انتينا ديال انا والزا زوينة عجباتك؟ لا ودابا جاوبيني هادي عجباتك؟ مزيونة؟ اه ماما كيف هذيك المرة من شريتيها لفتي لي وانا فين مشات؟ اه هذا خديتهم بجوج دراهم، هادو لاستيكات ها هما زوينين ها هما، ما لقيتش بيض، لقيت جوج غوز واحد، لقيت غير وحدة بيضة. هادي خديتها بجوج دراهم، هادو جوج دراهم جوج دراهم جوج دراهم، هادو فيهم فيهم بزاف جوج دراهم، هادو جوج لاستيكات حتى هما مزيونين، جوج هكا بهادو جوج درهم درهم، هادو جوج دراهم فيهم هكا هادو وريضات اه، هادو حتى هما درهم فيهم جوج،
هادو فيهم شوفوا شحال لاسيكات بجوج دراهم، هادو درهم عاود، هادي هادو بثلاثة دراهم الوحدة. خديت جوج، المهم نتوما شوفوا شنو تبغيو، وحدة تاخذ هادي وحدة تاخذ هاديك. هذا خديته ليلي انا بدرهم، هادو جوج دراهم. تما راه كاينين جوج، وحده ديالك وحده د زين. هادو حتى هما بجوج دراهم. شحال فيها هادي؟ جوج ربعة ستة، جوج ربعة ستة 12 لاستيك. خديت هذا عاوتاني حتى هو ديري انا، وخديت هادو، هادو بثلاثة دراهم. هادو البنات هما اللي كيتباعوا في ستغادي فاغيس، كيديروا 12 حتى 13 اورو. دابا خديتهم انا بثلاثة دراهم، فنين كيجيو في الشعر. وعاوتاني هادو درهم، شتي الرخلة هادو دياولي ماما، هادشي هادو اللي هنا دياولي. اري حبيبة هاديك ديالي تاني، ها شوفيها. وهادو ديالكم نتوما دابا قسموا هادشي ديالكم، هادي ديال الزنوبة وهادي ديال الزنوبة. هادي عرفتي علاش خديتها؟ هادي خديتها غير حيت ديال عيد ميلاد، باش ديرها في عيد ميلاد مع الكسيوة ديالها صافي. وهادي ديال الزنوبة انتي اختاريتي هادي صافي. وهادشي قسموا مع بعضياتكم. ماما باغية ندير هاد لاستيك، او ماشي دابا، ولكن دابا الا حليتيها تضيعيها. نقيسو ونردو بلاصتو. واخ يلا بصحتكم وراحتكم. كنحسن الصحة. عرفتي عطيتهم هادشي فرحوا به وكلشي، ولكن عرفتي شنو؟ تا عطيت لهم وداكشي وشافوه وعجبوه وفرحوا، وانا نشوف اريج هزا ولد اختي وندرت ويلي ويلي نسيت ما شريت حتى شي حاجه لاريج. واخا هي ما عندهاش الشعر، ولكن كون ميم بعدا نشري لها غير باندا. والله ما بقات على بالي. ناري استسمح يا ابنتي الصغيره. عفوا قالي ولد اختي ياك انت اللي قلتي لي ولي ولي هبطي. ازينب قالت لي ولي هبطي عاوتاني وشري لها. قلت لها والله ما فيها اللي هبط الصهد. هادي شمشي الناظور ناخذ لها شي بان.
فطرنا وحنان اختي مشات كتجمع لي، انا جلست كنجمع هنايا ونحط التليفون دابا يتشارجا واحد شويه. جبت الحوايج للبنات باش غادي يدوشوا، عرفتي تروح تاعنا. جبت البنات الحوايج باش غادي يدوشوا و صافي غنتغدى ان شاء الله، وابخي نرتاحوا واحد شويه صافي غادي نشد الطريق ان شاء الله باذن الله باش نتكركب. جلست بلا نويه هاد اليومين، هادشي اللي كاين. مي دابا غنمشي نجمع حوايجي ونخرجهم من الطوموبيل نستفهم باش نزولهم عليا. ماما كتصب كتوجد لنا الغدا. حنان انت درتي لها صوتي باينه، حيت حنان هي اللي عزيزه عليها الخضره صوتي. اش كديري في الخضره صوتي انتما؟ زبده زبده وتميمه ومعدنوس والبزار ومعدس. هاك بحالي اذا سبحان الله ما عنديش معاها، ما عرفتش علاش نطيبها وكل شيء، ولكن باش ناكلها اوه سبحان الله العظيم احسن ما كان. انا احمد احمد خويا كيموت عليها. هذه اختي صوبات الدوار. صافي غنجلسو دابا نتغداو، ولكن ماشي اختي ماشي اختي لي صوبات الدوار. ماما انا يسحب دي اختي لي صوباتها، حيت سمعت قبيله قلتي انا بغيت نصوب الدواره، سابني انت اللي نصبتيها. قلت لها ماما ما كنحملهاش. مجموعين معناتها كتحماق على شي حاجه سميتها ماشي ولي ما كنحملهاش. ريحتها ما تنحملهاش سبحان الله العظيم. لو اي عزيز عليها، عزيز عليها الدوار. وبصحتكم حتى نتوما غديوتكم. زينب لبسي الصنداله ديالك. يلاه تغدينا شويه، دخلت دوشت البنات كاملين ومن بعد انا دخلت درت واحد الدوش خفيف. صافي كلشي كيتجمع، كلشي تجمع، كلشي رصيتو. هانتوما حطيت هادشي لهنايا. هنايا عاوتاني، هنايا عاوتاني حطيت هادشي، وحطيت هنايا الغولاكس باش تجلس هنايا اريج. عرفتي والكوفر، الكوفر شنو نقول لكم، مطرطق مطرطق. شوفوا الكوفر، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مطرطق. ايوا مهم. مانتي يا مانتي، غادي نشد الطريق دابا. اريج رضعتها، مش هكا غادي نحطها نكون اليز باش ما دير لي لغوات لا حتى شي حاجه. صافي حنا مغديين ناضيين. المهمكم الا غوتات ولا شي حاجه، ولا انا غير نوصل شي باحه ديال الاستراحه ولا شي حاجه، غادي ان شاء الله نوقف ونرضع عاد نكمل الطريق ان شاء الله باذن الله. صراحه ما سخيتش والله ما سخيت بفاس، ولكن ما عندنا ما نديرو، هذه هي سنه الحياه، هذا الشيء مع كاين. ومد ديال الصهد مسخينة يا لالا، مسخينة بالجمعية، مسخينة يا لالا، مسخينة بالجمعية، مسخينة الله يطول لكم، الله يطول لكم الطريق. الدعوة الشهيرة ديال امي، الله يطول لك الطريق، الطريق على خير وبخير ان شاء الله. يلا اديو ان شاء الله. مسخينة يا لالا، والقراية راها جات، هي 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 القراية، القراية صافي جات. هاوي شنو القراية؟ شهر ثلاثة وانت كاسر. واخا كاين الكوفيد ما عندنا ما نديرو ضروري. واخا عرفتي واش غادي ديري؟ عطي ليا كمامة وخبي ليا واحد الكمامة ونعطيك ديزانفيكتون. هيا ان شاء الله ان شاء الله. يلا اوفوار عليكم، السلام عليكم. ما سخيناش ولكن ما عندنا ما ندير. بيانتو ان شاء الله. غادي ما عرفتي مين يكون غدا بحال هادشي، عاد شدوني في واحد المقطع ومن بعد صيفطوا لي بحال اللي دارت خالتي. ان شاء الله. خدموا انت نتوما معايا. يلا الله يعاونكم. ما سخينا بالجمعية. يلا حبيباتي غير بشوية عليك، والله إلا كنت باغية نمشي معاك ولكن تومورو خدمة. خليتها لك من عار، تهلا في هوية متى
بنهاش هدي شويه عليك اسمع عافاك ربي لي ما كتبهاش راني خليتها لك انا طلع فيه ويا ما تخبنهاش هدي اسمع زيزي قرعه الماء ربي لي ويا ما كتبهاش صرات الغلطه ما تفهمناش انا جرحتها وما بغات تولي الرويضه اللي على اليمن اسمع تدوزي البومبان بخير الرويضه اكثر مني وصرات الغلطه ما تفهمناش انا جرحتها وما بغات تولي باي باي بسلامة باي 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 سلامة راني خليتها لك انا ما تخبنهاش هديك حبيبتي انا ربي لي ما كتبهاش راني خليتها لك انا طلع فيه ويا ما تخبنهاش كبرت حدايا وحنا يا صغار متمنيها انا ليا هديك لا بلو بيل استوار غابت معايا ما فرحت بيها كبرت حدايا وحنا يا صغار متمنيها وانا ليا هديك لا بلو بيل استوار غابت معايا فرحت بيها راني خليتها لك انا طلع فيها ويا ما تخبنهاش هديك حبيبتي انا ربي لي ما كتبهاش راني خليتها لك انا طلع فيها ويا ما تخبنهاش وأخيرا ماي وايف وصلت بعلتي وصلت بلا صداع بلا صداع جاية بصداعها علي شو ماخر علي علي شو ماخر علي لا لا مرانيش لا مرا وقدة قول مرانيش قدة لاباس لاباس هما مهدودين او اريج مسكينه ناسا مهدودين شو كيشوفوا فيا راني باباكم ما عرفتيونيش شو كي كدير فيا زينب الحمد لله على السلامه مدام راه بوصا اوي 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 ها هي ها هي البطاله قد ولا ما قداش ما قداش وتسخسخت ما قداش ظهر كيحرقك وتسخسخت كي داز الطريق كلها بخير ولكن كنت كنقول واش نمشي على توريرت ولا نمشي على هي قلتيها لي على كرسيف قلتها وندمت لي ما خرجتش على توريرت الطريق كلها اللي من كرسيف لهنا كلها مكسره باش تكون كاملين دخلتيو نسينا بعد شنو نسيتي مسكينه اريش عاد ندخلها يلا ايوا واش نقول لكم يا سلام يا سلام الصراحه مغامره كيما اريج ما فقتش بصفه نهائيه قول والله وصلوا عاد بدات شي شويه حيت درت ثلاث ساعات ونص قلت لزينب هي اللي تصوب لها ايا فقط ايا فقط بريقلا اريجو اريجو الولد الشائي اريجو ايوا لا الحمد لله على سلامتكم الطريق المهم دازت مزيان لا دازت مزيان هذا هو اللي كيقولوا مرحبا اللي جا وجا زيت البلديه مرحبا النعناع
في الزيت البلدية. أوي اللي سرقات. ما إلا يمكن سرقات. الريحة هانتا. سرقات واحد شوية. سرقات واحد شوية. يلا قادرة. يلا. صافي دير لافاج. دي أنت اللي جبتيها. لا كيف ما خليتيها هذه. أما أنا جيت في الطاكسيات وفي الكيران وفي الطوبيسات وفي الترينات. يوم عندك ما دير. انت بغيتي اجي موقفكم حد ما زيركم حد ما هو هزا معك القبول اصلا قالوا كانوا شدوني ولا شي حاجه انا عندي لاكارت ناسيونال على هنايا اول حاجه هي. ثاني حاجه كاينه الورقه ثالث حاجه ما يوقفونيش نعيط السوبرمان مرضيه يلا عرفتي شنو تدخل داكشي شنو هو؟ تدخل داك والله إلا مهدودة قسما بالله بلاتي ونهضر مع البنات أول مرة. سكتي هذه غير ساعتين ولا ثلاثة ساعات تهديتي. والله العظيم إلا ربعة ساعات في المجموع. ومسكين اللي كيشدها من الشمال إلى الجنوب. أخويا أنا راه أول مرة كنشد الطريق بوحدي ترى ما عرفت كيفاش. سكتي لي كونكورد. شوف أول حاجة غنمشيو ناكلو. يلا. ما فيها اللي طيب ما فيها اللي يدير شي حاجة. يلا نعرض عليكم ولا تعرضوا عليا؟ أنت تعرض علينا. أنت. جاو. كوكو حبوباتي رحنا خرجنا دابا راكم عارفين مع الطريق وداكشي وما وقفتش بصفه نهائيه الجوع البنات وهذا قلت له عرفتي شنو غادي نديرو نيشان غادي نمشيو لماكدونالد دابا رحنا هابطين لماكدونالد وباش هكا ياكلوا البنات راكم عارفين الا جيت ناخذ شي دجاج ولا شي حاجه راه ما غاديش يبغيو ياكلوا من احسن قلت لهم شنو تاكلوا قال لك ماكدو غنهبطوا دابا نيشان ما عرفتش صراحه واش نجلسوا ولا غير ناخذوا داكشي اونبورتي ونرجعوا حتى الله ما نعرف اصلا انا مدي كاع عيانه بالطريق حتى هما راه معياني وخلينا ناخذوا داكشي اونبورتي وصافي المهم نشوفوا في يدي حنا يلاه عاد دابا وصلنا ماكدونالد المهم خدينا غير منيو مبروك لينا كاملين كل واحد خدا منيو مبروك كلشي خدا تشيكن الا مروالي خدا تشيز برجر والماء حيت يا بنتي انا والو ما عندهاش كاع مع المناضة حرام واش تذوقها كان عصير واخا مناضة لا شنو قالت لكم هي حتى تكبرت ولي قدي كي بحالي عاد تبدا تشرب المناضة الحمد لله على السلامه الله يسلمك كي دازت ليا بلبيه دازت خايبه كنشكر الناس اللي قالوا بان بلا انس الفيديو الفيديو ناقص ما قديتش نهضر معاكم لداخل لان لداخل كاينه الموسيقى وإلا جيت نهضر معاكم ما غيصلحش داكشي علاش ما هضرت معاكم حتى شي حاجه دابا صافي كلينا بغيت نطرق المسمار ديال الماكله هكذا نزولها عليا لان فريمون ما فيها اللي عاد يمشي طيب ولا يمشي عاد يدير شي حاجه ايوا صافي مع البنات كلاو داك الموني دغيا دغيا كيشبعوا يبقى هكا الا بغاو حليب ولا دانون ولا شي حاجه وصافي المهم غادي نطلع للدار ان شاء الله دابا هز اريج ومن بعد نتلاقى بكم ان شاء الله يلا عاد دخلنا دابا للدار المهم ما قديتش نقبل نهضر معكم وداك الشيء وعرفتي شوفوا باينه فيا بانني عيانه خاصني غير نمشي دابا نحط راسي والله ما كرهت نمشي نعس ولكن اريج باقا فايقه والبنات حتى هما باقيين فايقين البنات ماشي مشكل نقدر نصيفطهم دغيا يمشيو ينعسو مساكن دغيا كيتلواو ولكن اريج مشكله معاه والله العظيم هاهي كتهضر معاكم حتى هي ايوا واش غادي المهم حبوباتي اللي بغيت نقول لكم نقول لكم تصبحوا على خير حتى تلقاو ان شاء الله فيديو الجاي غدا يصبح ويفتح وبزاف غدا شحال من حاجه خاصني نديرها ونديرها صافي جيت عاوتاني اليوميات اللي كتعاود الروتين اليومي عندكم تولي وتقولوا لي اسماء واش ما طلع لكش في راسك الشقة والدار لا حيت بصح غادي ندوز واحد 3 ايام ولا واحد 4 ايام ويبداو يقول مش اكيد ماشي كلشي واش انتينا هادشي اللي كتعرفيه واش انتينا هذا واش هذا انا المهم خرج دوزت الكونجي ديالي دابا راني جيت وخويت باش ندخل عاوتاني داك الروتين الممل حنا عاوتاني رجعنا لداك الروتين الممل ايه والله يصوبوا صافي هادشي اللي كاين غير ضحكه وصافي هادشي ما كان عادي الواحد راه كيخرج كينشط كيضحك
كاين ضروري واحد الوقيته في العام كامل، خصوصا اللي كيكون هكا يعني خدمه ديال الوظيف، يعني راه ماشي دائما كيكونوا الكونجيات ولا هذا، يعني كاين واحد الوقيته اللي غتمشي تسافري فيها وتشوفي فيها الدنيا وتفوجي على راسك وزيد وزيد. اما من بعد عاوتاني راه كتولي الروتين اليومي، داكشي اللي كيدا اليوم كيتعاود غدا، حتى كتملي وتكرهي حتى الماكله اللي غتاكليها بقوت اللي كلنا تطيبي طيبي. اي والله يصوب هادشي ما كاين، وان شاء الله كي قلت لكم غدا يصبحوا يفتح. وشكر كبير 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 وخاص المدام سناء اللي كنت معها اللي كنت عندها في ميغادور، صراحه واحد الانسانه اطيب من اطيب خلق الله، ظريفه بزاف وكتعامل وكل شيء، ماشي كولابوراسيون البنات باش تكونوا عارفين، ماشي كولابوراسيون، ولكن السيده الله يعمرها سلعه ظريفه 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 بزاف، بحيث حتى لا ماشينا لافي كانت فسدات. المهم جيت انا لقيتها فاسده في هذيك لابارتمون اللي خديت، ومسكينه جات حتى عندي وزدات حتى الحوايج، ومشات عندها هي الدار اللي عندها في الكومبلكس، ولات دارتهم في لا ماشينا لافي ديالها وشمشتهم لي وعطاتهم لي. والله شكرا ليها بزاف، ولا لا خطيها. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يمشيو يشوفوا داك الكومبلكس او العام الجاي، ولا بغاو يتواصلوا معاها يعرفوا الاثمنه وداكشي، اخلي لكم لتحت في صندوق الوصف النمره ديالها بغيتوا تتواصلوا معاها. والله العظيم الا ظريفه الصراحه، كلهم اللي كاينين عندهم الله يعمرها سلعه، سواء كان السيد واحد السيد في واد لو لا في الجبهه الله يعمرها سلعه ظريف، وخا راه كنخلصوا ولكن الظرافات يعني طحنا فيهم كاملين الله يعمرها سلعه، ماشي من داك النوع زعما ديال داك الناس اللي منفخين ولا كيطلع لهم الدم على ابسط الاشياء، ولا بالعكس كيوريوك فين تمشي تاكل والماكله المزيانه والماكله الرخيصه مثلا بلاصه اللي تمشي تدور فيها، ومهم كيعطيوك معلومات على البلاصه. كذلك الناس السيد اللي كاين عنده فواد لو تو الله يعمرها سلعه، وحتى داك السيد غادي نقول له تحيه خاصه، شكرا لك بزاف، لان فريمون النهار الاول والثاني كريناه قلت لكم ب 300 درهم، والنهار الثالث عطاه لنا غراتويتمون، حيت من بعد عرفني بانني يوتيوبرز وعرف بانني راه بحال تقريبا درت له الاشهار المحل ديالو، واخا راه ماشي شي اشهار ولكن قال لي ماشي مشكل غنعطيكم هذا النهار الثالث غراتويتمون. المهم انا راكم عارفين اي حاجه كنقولها الدنيا هانيه، والكومبلكس اللي جلسنا فيه او لا سونتر خلصناه يعني بفلوسنا، ماشي كولابوراسيون، ولكن تعاملت معايا بنت الناس وظريفه وكل شيء زعما الصراحه، هادشي اللي كاين. وخالتي اللي كيسولني كيقول لي اسماء واش الدار واش حمات كتسكن في جبل مولاي بوسلام، وعاود شي وحدين كيقول له واش عندها الدار في مولاي بوسلام، عاود شي وحدين كيقول له واش كتكري. المهم حماتي انا راه عندها الدار في فاس، غير من الصيف للصيف كيطلعوا لمولاي بوسلام، اولا ملي كيطلع لها في الراس فاس كتطلع مولاي بوسلام كتجلس تما كترتاح، لان تما كاين الكالم وكاين كلشي راكم عارفين قبلت البحر والدنيا وهذه وهذه. عندهم الدار تما في مولاي بوسلام تبارك الله كبيره راكم كيف ما شفتوها، وعندهم حتى الكرا يعني كيكريو، عندهم واحد البلاصه مختصه غير بالكرا، عندهم كي قلت لكم جوج ديال لي شومبر لتحت، وحده فيها كوزينه وشومبره وحده غير شومبر بوحدها، كاين اكيد الحمام، وعندهم لابارتمون اخرى اللي كنا حنا داك النهار بتنا فيها، ودارهم هما خلاص الفوقانيه ما كيكريوهاش هذيك ديالهم. ايوا هادشي اللي بغيت نقول لكم، دابا مسكينه هي براسها راه غتبقى تما غير واحد الايامات تولي تعاود تهبط، هادشي ما كان. ايوا المهم حبوباتي نقول لكم تصبحوا على خير، حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي، بيزو كبيره لكم، باي باي.